توج سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الفائزين في النسخة السادسة من كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة. وقام سموه بتتويج فريق الأهلي بكأس البطولة والميداليات الذهبية وفريق المنامة بالميداليات الفضية. وأعرب سموه عن بالغ فخره واعتزازه بتقديم الكأس الغالية التي تحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه، مستذكرا عطاءات الفقيد الراحل في القطاع الرياضي ودعمه للرياضيين بشكل عام وكرة السلة على وجه الخصوص. وأكد سموه أن حرص وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الداعم الأول للرياضة البحرينية هي النهج الذي ينير المسار الرياضي والمحفز الأول للصعود بالرياضة إلى مصاف العالمية. كما أن دور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في دعم الرياضيين وإعلاء الرياضة البحرينية تجنى ثماره بتصدر العديد من أبطالنا الرياضيين في المحافل الإقليمية والدولية. كما أن وقوف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على كل احتياجات الرياضة البحرينية أسهم بشكل كبير في الارتقاء بالحركة الرياضية ومكنها من تحقيق الإنجازات المتتالية. وبارك سموه للفريق الفائز بلقب الكأس الغالية مشيدا بدور مجلس إدارة النادي في تهيئة الأجواء أمام الفريق للظفر باللقب الغالي.